تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. نرسم لك الفرحة في عمر لا ينسى. للطلب أو الاستفسار يرجى الاتصال على جوال 050-66-311-8. نجوم أفراحنا. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني. يا جمع التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. اقبضي يا وجدان اسعدي كل الحضور، ويا سعد لما بارك ويا هنا. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. نرسم لك الفرحة في عمر لا ينسى. للطلب أو الاستفسار يرجى الاتصال على جوال 050-66-311-8. نجوم أفراحنا. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. نرسم لك الفرحة في عمر لا ينسى. للطلب أو الاستفسار يرجى الاتصال على جوال 050-66-311-8. نجوم أفراحنا. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي. جمالها ويا رقة بنت الخدور، ويا معاني أخواتها أفطيها سنة رسول للإعلام بجدة. زينها وجدان بدر البدور، ودك عبد رجيلها العزيز نظر جمال. تم التسجيل والمساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. سنة رسول بالهادة بزنها وجدان بدل البدور.
التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي نجد رسولك الفني في عمر الأجهزة للتلبية والاستفسار يرجى الاتصال على جوال 0566-311-8 نجوم أفراح المملكة. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. نرسم لك الفرحة في عمر لا ينسى. للطلب أو الاستفسار يرجى الاتصال على جوال 0566-311-8 نجوم أفراح المملكة. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. نرسم لك الفرحة في عمر لا ينسى. للطلب أو الاستفسار يرجى الاتصال على جوال 0566-66-311-8. نجوم أفراح. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. اتصال على جوال 0566-311-8. نجوم أفراح أقبضي. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني ويا سعد بجدة. نظرك ويا هلا ولد الأصول يرجى الاتصال على تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. وسعدك للحضور ويا سعد يرجى الاتصال على جوالك ويا هلا ولد الوصول ويا ربنا يا وليا أنت المعبود. تم التسجيل والمكساج في استوديو نغم للإنتاج الفني والإعلامي بجدة. مرتعها للطلب أو الاستفسار يرجى الاتصال على جوال 0566-66-311-8.